بشأن التداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، معنا عبر سكايب من لندن مستشار في العلاقات الدولية دكتور أحمد عامر. مرحبا بكم دكتور أحمد. إذا هناك تحذيرات صينية لواشنطن قبل وحتى في أثناء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما نتيجة هذه التحذيرات دكتور؟ تحياتي إليكم وتحياتي للقائمين على قناة الرافدين وضيوفكم الكرام المشاهدين الكرام من حول العالم. التداعيات كبيرة وكبيرة جدا. نحن نرى مشهد يشابه المشهد الذي حدث أيضا بين أمريكا وروسيا قبل الحرب بينهما في أوكرانيا. نرى مشهد مشابه وأكثر تعقيدا، لأنه لم تذهب السيدة بيلوسي إلى أوكرانيا في ذلك الوقت. الدولة صاحبة السيادة، الدولة الأوروبية المستقلة صاحبة السيادة، لكن الآن تذهب إلى دولة يوجد خلاف كبير على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، وأمريكا تقر أيضا بذلك، فتذهب في هذا الوقت الحساس جدا. ماذا تريد أمريكا من ذلك؟ ما هو رد الفعل الصيني وإلى أين سيذهب؟ كانت الردود الفعل التي كانت متوقعة أن برغم الاستفزازات الكبيرة الأمريكية والأوروبية لروسيا، لكن لن تجر روسيا لمعركة، لكن دخلت روسيا في معركة ومعركة شرسة على أرض أوكرانيا. هل ستجر الصين إلى معركة وفي الوقت الذي تعد أو تقول الصين ودول كثيرة جدا معها إن هذه أرض صينية وتايوان ليست مستقلة بل هي جزء من الصين؟ إلى أين ممكن تصل الأمور؟ الأمور معقدة لأبعد درجة، ولا نستطيع أن نؤكد ما الذي سيحدث في الخطوة القادمة. يعني دكتور أحمد، أنت ترى أن هذه الزيارة هي زيارة استفزازية للصين، بمعنى أن أمريكا يعني هدفت من خلال هذه الزيارة إلى استفزاز الصين مباشرة أكثر من دعمها لتايوان؟ بالضبط ذلك، بالضبط. هي تستفز الصين استفزاز بالغ. الحرب التي دخلتها أمريكا في أوكرانيا والآن في جنوب شرق آسيا والمياه الإقليمية الصينية هي حرب أمريكية واضحة جدا ضد الصين وضد روسيا، استفزاز بالغ. التصريحات القوية جدا التي قالتها رئيسة السيدة بيلوسي في تايوان، تصريحات شديدة وشديدة جدا، كونها تتكلم عن دعمها القوي ودعم أمريكا القوي لتايوان والديمقراطية، وأن هذا الدعم سيكون أقوى من أي فترة مضت. أنا أقول أن هذه التصريحات تصريحات كبيرة. البعض يتحدث حول أن هذا جزء من الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي في المرحلة القادمة. هذا ممكن شيئا يعني. ما ممكن شيئا ما لا. شيئا ما، ولكن أنا لا أرى أنه يصل لهذه الدرجة. هذا تهديد عسكري كبير، والمعركة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي على أشدها كما نرى بين الصين وروسيا من جانب وأمريكا وأوروبا من جانب آخر. لكن دكتور أحمد، ألا يعد ذلك خرقا للاتفاق الدائم والكبير بين الولايات المتحدة والصين، وتحديدا أعني هنا بما يسمى اتفاق صين موحدة؟ بالضبط بالضبط، أتفق معك 100%. هذا خرق واضح جدا في وقت الصين أصبحت فيه دولة لا يستهان بها. الصين أي نعم لا تريد أن تدخل معارك عسكرية، ولذلك أمريكا حاولت أن تدخلها في معركة أوكرانيا وروسيا حاولت تدخلها في معركة أوكرانيا، لكن الصين وقفت مع روسيا عن بعد ولم تدخل المعركة. أمريكا تستفز استفزاز بالغ للصين، تريد أن تدخل الصين هذه المعركة، وسنرى إلى أين متجه الأمور. الاستفزاز ليس سهل، والصين أصبحت قوة ضاربة عالمية لا يستهان بها. أمريكا تدرك ذلك، أوروبا تدرك ذلك، استراليا ودول جنوب شرق آسيا بالكامل تدرك القوة الصينية الجبارة على المستوى العسكري والمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي طبعا. كيف ترى تهديدات الجيش الصيني التي أطلقتها إدارة الجيش على هذا الاستفزاز، بل حتى الدبلوماسية حتى الخارجية الصينية وصفت الولايات المتحدة بأنه يعني أكبر مدمر للسلام والاستقرار في العالم؟
طبعا الردود الدبلوماسية والحرب الكلامية الدبلوماسية لا سقف لها، واضح بيلوسي رفعت السقف جدا، الصين رفعت السقف جدا، لكن عندما نأتي إلى القوى العسكرية والقوات التي انتشرت حول الصين من كل مكان، لأن أمريكا متواجدة في جنوب شرق آسيا وفي المياه الصينية ليس فقط حول تايوان، أنا أقول كل شيء مهيئ للانفجار في معركة كبيرة لحرب عالمية كبرى، لكن هل الصين ستفعل كما فعلت روسيا وتجر لهذه المعركة؟ هنا السؤال، يعني ربما الصين استفادت من هذه التجربة السابقة، هل ستكشف هذه المحاولة الأمريكية ولن تجر إلى هذا المستنقع كما جرت روسيا إلى مستنقع أوكرانيا برأيك؟ أتوقع أن الصين أكثر ذكاء، الصين كدولة وكقيادة لا تجر لمعارك عسكرية بسهولة، هي دولة اقتصادية كبيرة من أكبر الاقتصاديات في العالم الآن، علاقاتها مع دول كبيرة أصبحت قوية، أخذت أسواق أمريكية كبيرة فأصبحت أسواق صينية الآن، الصين رأت كيف خسرت أيضا، ما أقول إن روسيا خسرت المعركة ولكن خسرت في داخل المعركة خسائر كبيرة أيضا، كما أن أوروبا خسرت وأوكرانيا دمرت، فالصين ليست حريصة أن تدخل فتخسر أيضا شيئا ما في داخل المعركة، وإن كانت من الممكن أن تنتصر وتضم كل المناطق التي تريد أن تضمها وليس فقط تايوان إليها، لكن لا أتوقع أن القيادة الصينية ستجر لهذه المعركة، وأرجع وأقول هذه توقعات، الحرب ممكن أن تحدث، ممكن أن تحدث، القيادة الصينية تختلف عن أي وقت سابق، قيادة عسكرية قوية، قيادة سياسية قوية، قيادة اقتصادية تعد الأولى في العالم، واقع مختلف ومختلف جدا. نعم، في أقل من دقيقة ربما يأتي دور الأحلاف أيضا، هل تتوقع يعني دورا فاعلا لحلف أوكوس في هذه الأزمة؟ أتوقع دور بالغ، لأن الأحلاف اختلفت، نحن عندما نرى مثلا زيارة جو بايدن للخليج وللسعودية وإلى أي، لم تتغير سيارة مواقف السعودية من الصين ومن روسيا برغم جو بايدن أو أمريكا، ليست أمريكا ترامب، ليست أمريكا أوباما، فلذلك الأحلاف مختلفة ومختلفة كثيرا، أنا أقول أظن بل أؤكد أن الذين وقفوا مع الصين والذين وقفوا مع روسيا يزدادون يوما بعد يوم، الوضع مختلف، الخريطة العالمية مختلفة ومختلفة جدا. نعم، إذا دكتور أحمد عامر من لندن مستشار في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.